الخير وأهلا وسهلا بكم في صباحكم عافية. اليوم رح نتحدث عن مرض الصدفية أسبابه وطرق علاجه مع الدكتور عبد الحميد سالم البرك، اختصاص أمراض جلدية وحساسية وتناسلية. صباحك دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وبجميع مشاهديكم. أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور بداية خلينا نعرف شنو هو مرض الصدفية. نعم، بالبداية قبل لا نعرف الصدفية لازم نعرف يعني حكم الله سبحانه وتعالى في صناعة الجلد، يعني من أين يتكون الجلد، ما هي طبقاته، وماذا تصيب الصدفية، أي طبقة من طبقات الجلد. نعم، الحقيقة أنه الله سبحانه وتعالى خلق للجلد 6 طبقات. الطبقة الأولى يسمونها ستراتوم كورنيوم اللي هي طبقة الدرع، والطبقة الثانية يسمونها ستراتوم لوسيديوم اللي هي الطبقة اللحمية، والأخرى اللي هو ستراتوم جرانيلوزوم اللي هي طبقة الصبغة لاحتوائها على الميلانين، وستراتوم سبونجيوزوم وستراتوم بيزاليس بالإضافة إلى الأدمة. الأدمة تحتوي على جذر الشعر وتحتوي على الأوعية الدموية الشعرية، وأيضا مع بصيلة الشعر توجد الغدد الدهنية والغدد العرقية. ولذلك الله سبحانه وتعالى أنطى المرونة للجلد بعدم التيبس أو التكسر، ويكون بمرونة الحركة، وبهالحالة هذه راح تصاب الطبقة الأولى اللي هو يسمونه ستراتوم كورنيوم اللي هي طبقة الدرع. شو يصير بها هذه؟ تبدي خلايا الجسم أوتوماتيكيا تتكاثر بطريقة معينة، أكو دورة حياة لكل خلية من خلايا الجسم بها فترة معينة. هذا التكاثر الشديد اللي غير طبيعي ولا حد يعرف أسبابه لحد الآن بالوقت الحاضر يؤدي إلى حدوث نوع من أنواع الطبقة القشرية الفضية، هذا ما يسمى بالصدفية. إذن شنو أسبابه؟ لحد الآن العلم لم يتوقف عن سبب حقيقي لمرض الصدفية. عزوا الموضوع إلى أنه هو هذا ما يسمى بالأوتو أميون ديزيز. شنو أوتو أميون ديزيز؟ يعني هو بالأمراض ذاتية المناعة. شنو ذاتية المناعة؟ يعني الجهاز المناعي مال جسم الإنسان هو يهاجم جسم الإنسان نفسه ويسبب له عملية يأكل هذه الطبقة، فتريد هي تعوض الخلايا، تبدي تتكاثر أكثر من تكاثرها الطبيعي مسببة هذه القشرة، وهي ما تسمى بالصدفية. طيب دكتور، أعراض هذا المرض اللي هو مرض الصدفية؟ حقيقة الأعراض تختلف من شخص إلى آخر، ولكن حسب الفئات العمرية. طبعا تصيب الفئات العمرية، كل الفئات العمرية ابتداء يعني حتى الأطفال، ابتداء من الأطفال والشباب وأيضا كبار السن، كبار السن والنساء والرجال، وكلها بدرجات مختلفة. نعم، الأعراض هي العرض الأول هو وجود القشرة الفضية على سطح الجلد، وهاي تسبب نوع من أنواع الحالات النفسية بالإضافة إلى أنه نوع من أنواع الحكة، وهي مرض غير معدي حتى الناس تعرف أنه هل هذا الصدفية هي من الأمراض المعدية. لا، الصدفية من الأمراض ذاتية المناعة غير معدية، يعني ما تسبب لنا أي عدوى. نعم، ولذلك أنه ممكن تزداد وتتفاقم بسبب أنه عملية التأثير على الجهاز المناعي. طيب أسباب هذا المرض؟ لحد الآن العلم لم يجد سببا حقيقيا لهذا المرض، ولكن هناك أسباب عرضية أخرى من ضمنها. أول سبب لهذا الموضوع اللي هو الوراثة. الوراثة شنو؟ يدخل الوراثة ضمن هذا الموضوع؟ نعم، الوراثة. شنو موضوع الوراثة في هذا الشيء؟ يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا خير النطف واختاروا لنطفكم خير النطف. شنو هذا الموضوع يعني بهذا؟ أولا التأصل بنفس العائلة ممكن أن يعيد الأمراض ما بين العائلة نفسها، ولذلك إذا كانت العائلة تحتوي على أمراض مثلا السكري، أمراض الأمراض السرطانية لا سامح الله، الأمراض الصدفية، أمراض البهاق، الأمراض الأخرى، ممكن الإنسان ينتقل إلى عائلة أخرى حتى ما يمتلك هذه الصفات الوراثية اللي ممكن أن تتأصل في جسم الإنسان. شلون تتأصل هذه؟ أكو عندنا نوعين من الكروموسومات تحتوي على الصفات الوراثية. نعم، هاي الصفات الوراثية أكو بها 3 أشياء، أكو السائدة وأكو النصف السائدة وأكو المتنحية.
وهذه إذا كانت عند الطرف الآخر موجودة هذه الصفات ممكن أن تظهر بنسبة 100%، ممكن تظهر بنسبة 75%، وممكن تظهر بنسبة 25% أو تنتهي. فإذا الصفات الوراثية الدرجة الأولى. الشغلة الثانية وهي مهمة جدا، أحيانا التعامل مع بعض المواد الكيميائية، مثلا ناس يشتغلون بالباتريات أو يشتغلون بالمطهرات أو يشتغلون بالأسمدة الكيميائية أو يشتغلون بالمجاري أو يشتغلون بالمواد الكيميائية اللي ممكن أنه تأثر على جسم الإنسان. هذه لها تأثير كبير جدا وبالغ في عملية تحفيز الجهاز المناعي حتى يكون عملية مهاجمة الخلايا السطحية بجسم الإنسان. نعم. طيب دكتور، اللي أبي صدفية، طرق تشخيص العلاج، شلون يعرف إنه هو صدفية مو أكزيما مو حساسية مو غيرها من الأمراض الجلدية؟ كل زين، هي هذه بما أنه هي أمراض مناعية، حقيقة الصدفية بها أنواع مختلفة، منها تكون على شكل قشرة منفردة، ممكن تكون متعددة، ممكن احمرار، ممكن يكون على شكل وذمات منتشرة، ممكن تكون على شكل قشرة في فروة الرأس. ولذلك هذا الموضوع هو تقريبا من اختصاص الطبيب بالذات، يعني أكثر المناطق اللي تصيب الجسم، كل المناطق بدون استثناء، ماكو فرق ما بينه، ولكن هناك مناطق أخرى مهمة جدا بالنسبة لمرضى كبار السن. نعم. اللي هو ما تسمى بال يعني الصدفية المفاصل، اللي هي هذه سيراتيس، اللي هي هاي مهمة جدا لأنه راح تأثر لنا على المفاصل وسبب لنا نوع من أنواع، حتى بالإضافة إلى الآلام سبب لنا نوع من أنواع تحدد الحركة. وهذه تثير حفيظة الإنسان اللي هو عنده مثلا عمل أو عنده فد شغل معين، فتسبب له مشاكل كثيرة بهذا الموضوع. طيب علاج الصدفية وأقسامه؟ نعم، الصدفية لحد الآن كعلاج ماكو علاج بالوقت الحاضر كعلاج قاطع لمرض الصدفية، ولكن هناك أمور مهمة جدا. أول شيء اللي هو الغذاء، يجب على الإنسان أن يتبع نظام غذائي مهم جدا، اللي هو لازم يكون قليل السكريات، قليل الدهون، زيادة بالفاكهة والخضروات. أهل الصدفية 90% من عندهم يصير عندهم نقص فيتامين دي 3 ويصير عندهم نقص الزنك، وهذه العنصرين المهمين أيضا هذه ممكن موجودة بالفاكهة وبالخضروات وممكن أنه يأخذها. طيب دكتور، أكو أطعمة محددة ممكن أنه تساعد على السيطرة على الصدفية؟ نعم، يعني حقيقة كل المواد الغذائية اللي تحتوي على الفيتامين دي 3 وعلى الزنك هي تساعد في عملية شفاء الصدفية. أكو بعض المكسرات اللي تحتوي مثلا اللوز والبندق، وأيضا هاي تحتوي على اللينونيك أسيد اللي هو الأوميغا 3. هذه مهمة جدا في عملية شفاء مرضى الصدفية، وخاصة للناس اللي يكون عندهم نوع من أنواع الحالات النفسية الشديدة اللي ممكن أنه تأثر بهذا الموضوع، فممكن أنه يأخذوها بكمية. رح نتطرق لهذا الموضوع، لكن خلينا نكمل موضوع الأطعمة. هذه بالنسبة للأطعمة اللي تسيطر على الصدفية، أكو أطعمة أنه تهيج؟ أي نعم، الأطعمة اللي تزيد الصدفية اللي هي كل الألبان ومشتقاتها، أحيانا نوع من أنواع البهارات أيضا تزيد هذا الموضوع. الشيء الآخر اللي هو ممكن أيضا يثيره، هناك بعض وجدة الدراسات الحديثة أنه وجود المادة في الباذنجان ممكن أنه يثير الصدفية، وجود بعض الأنواع اللي موجودة بالفلفل وخاصة الفلفل الأخضر الأخضر ممكن أنه يثير الصدفية رغم وجود فيتامين سي اللي هو مهم جدا. كذلك أنه بعض الأطعمة اللي إلها علاقة بعملية زيادة تهيج أجهزة الجهاز الهضمي اللي هي تثير لنا الحموضة، فهذه ممكن أنه سبب لنا الصدفية. ولذلك كل الناس اللي ممكن أنه يصابون بالصدفية تشوف من نفحص الدم نفحصه يصير مادة حامضية حتى نحوله إلى مادة قاعدية نعطي البوتاسيوم. البوتاسيوم هو عملية طرد الصوديوم وإدخال البوتاسيوم، يعني يطلع اثنين يدخل واحد، فصير نوع من أنواع البي اتش يتعدل ويصير نوع من أنواع التعديل
الحامضية داخل جسم الإنسان ويستقر الجهاز المناعي في عملية مهاجمة خلايا الجلد. طيب دكتور، شو وقت يلجأ المصاب بالصدفية إلى العلاج الإشعاعي؟ نعم، هاي طبعا بعد ما قلنا الأول مرة الغذاء، وبعدين يلتجئ إلى المراهم والمرطبات اللي هي تبدأ بالكورتيزونات بنسبة بسيطة جدا، وبعدين أكفد مادة تسمى البروتوبيك اللي هي التاليماس أو البايكروما اللي هي هذه ممكن أنه تغير من حركة الجلد، وبهالحالة هذه تنطي نوع من أنواع الليونة والطراوة. إذا ذني كلها ما فادت نرجع إلى علاج آخر اللي هو علاج إحنا نستخدمه للأمراض السرطانية اللي هو الميثوتروكسيد، وإذا ما فات هذا نستخدم أيضا العلاج الآخر اللي هو يسمونه البوفا اللي هي الأشعة أيضا فوق البنفسجية، بالإضافة إلى الأدوية اللي هو السورالين اللي هي الأدوية المسمرة. هذه الأدوية اللي هي تساعدنا في عمليات الحفاظ على مناعة الإنسان وعدم مهاجمته للخلايا الجسم. زين دكتور، أكو بعض الأمراض أو بعض الحالات العفو أنه تستوجب أنه تدخل جراحي؟ بالنسبة للصدفية ما عندنا تداخل جراحي نهائيا، ولا عندنا نوع من أنواع عملية ما يسمى بالبلاستيك سيرجري. الصدفية شغلة مهمة جدا أنه حتى الناس تطمئن، نادرا ما تصيب وجنات الوجه، ولكن ممكن أن تصيب الفروة الرأس، ممكن تصيب اليدين، ممكن تصيب بقية أجزاء الجسم. أكثر من يتأثر بالصدفية هم النساء، ودائما النساء همها الوحيد أن تظهر بالمظهر الجيد، ولذلك تشوفين أنه استخدام الكورتيزونات بكميات كبيرة جدا لها تأثير بالغ على الغدة الكظرية وتسبب لنا مشاكل مستقبلية، ولذلك يجب استشارة الطبيب في أي علاج ممكن أنه يأخذه هذا المريض. طيب دكتور، أنت ذكرت أثناء حديثك أنه الحالة النفسية، وقلت لك أنه رح نيجي عليها نحكي بالتفصيل. أكو علاقة بين الحالة النفسية وبين تفاقم مرض الصدفية؟ نعم، الله سبحانه وتعالى خلق للإنسان مجموعة من الغدد، أهم ذني الغدد اللي هو الغدة النخامية الباروتيد جلاند، واللي هذه اللي هي المسيطرة حقيقة على كل الفعاليات الحيوية بجسم الإنسان. نجي على الغدة الدرقية أيضا والغدة الكظرية والفوق الكليتين، هذه اللي هي أهمها الوحيد إنتاج الهرمونات وتوازنها مع بعضها. الهرمونات المهمة اللي يجب أن تتوازن اللي هو هرمون البرولاكتين وهرمون T3 T4 TSH وهرمون LH والHS، وأيضا هذه تأثر تأثير بالغا على إنزيمات الكبد. إذا هذه صار بها نوع من أنواع اختلال بالتوازن راح تأثر لنا على إنزيمات الكبد، وراح تسبب لنا مشاكل في عملية الأيضية وعملية التحويل. ودائما الإنسان المصاب بالحالات النفسية يكون في حالة توتر وعملية شد، وعملية الشد هذه تؤدي إلى تهيج بالغدد وخاصة الغدة النخامية والغدة الكظرية وغدة الثايرويد اللي هي الغدة الدرقية، تسبب لنا هاي المشاكل اللي راح تحفز لنا الجهاز المناعي في مهاجمة هذه الخلايا. طيب مرض الصدفية كغيره من الأمراض بمخاطر؟ مخاطره يعني قليلة جدا، إلا في حالة واحدة إذا أصاب المفاصل وخاصة المفاصل الكبار اللي ممكن أنه تسبب في نوع من أنواع الإعاقة بالحركة. والشغلة الأخرى اللي هي قضية تجميلية لا أكثر ولا أقل. طيب دكتور، لو نتحدث عن طرق الوقاية من خطر الإصابة بهذا المرض اللي هو مرض الصدفية، أكو طرق معينة أنه حتى الإنسان يقي نفسه؟ أكيد، إحنا بالبداية قلنا أنه هذا مرض وراثي، فيجب أنه اختاروا لنطفكم خير النطف. يعني أنت من يشوف عائلة، يعني مو شرط إلا تأخذ بتعمك، روح على غير يعني عائلة ما بيها هذا المرض، هاي رقم واحد. اثنين، أنه للوقاية شغلات مهمة جدا، أولا الامتناع عن التدخين هذا مهم، لأن يأثر على الجهاز المناعي. الامتناع عن شرب المخدرات والمسكرات هذا أيضا مهمة جدا، لأنه قلنا راح تأثر على الكبد وراح تسبب لنا مشاكل في هذا الموضوع. الغذاء الصحي
طرق التعامل مع يعني مثلا لبس الكفوف بكميه كبيره جدا، وخاصه بالنسبه لربات يعني البيوت. يعني المواد الكيميائيه ممكن انه تاثر؟ طبعا طبعا، يعني المواد الكيميائيه ممكن يسبب يعني منظفات وغيرها طبعا، لان هي عباره عن ماده مقشره وهاي الماده المقشره ممكن انه تاثر لنا على جلد الانسان، ممكن يسبب لنا الصدفيه. اذا والاستخدام السيء للادويه وخاصه الكورتيزون، اذا الانسان اخذ هذه الامور بطريقه علميه بحثيه ينتهي موضوع ان شاء الله الصدفيه. وطبعا بالمناسبه راح تنسي في السؤال، يعني هذا مسؤول ومطروق على كل اسماع المرضى، انه اول ما يجي دكتور هذه الصدفيه ممكن لها علاج والطيب؟ الحقيقه بالوقت الحاضر لا علاج للصدفيه نهائي، ولكن وجدوا العلماء اكو نوع من انواع ما يسمى بالألكزايمر ليزر. شنو هذا؟ هذا هو 308 نانو متر، هذه تطلع نوع من أنواع الإشعاعات تضرب الخلية المصابة بالصدفية، تمنع عملية مهاجمة كريات الدم البيضاء لهذه الخلية وتمنع تكاثرها الغير طبيعي، مما تعيدها إلى عملية إرجاع الجلد إلى وضع الطبيعي. هذه الحقيقة أولا هي هو العلاج هذا مكلف، يعني مو سهل، وبنفس الوقت يراد لوقت حتى تكون بعملية الشفاء. طيب دكتور، أكو مناطق بالجسم أنه هي تصاب بالأكزيما أكثر من غيرها؟ طبعا، هي الحقيقة دائما المناطق اللي تصاب هي مناطق الضغط، يعني مثلا اليدين هي تعتبر احد وسائل الضغط، تشوف الانسان من هذه الركبه وكذلك القدمين وايضا المرفقين، فتشوف مثلا الموظفين اللي دائما يثبت على هذا ممكن انه يسبب الاصابه. هاي الضغط اللي شديد هو اللي يمنع، احنا قلنا قبل شويه انه الادمه تحتوي على الاوعيه الدمويه الشعريه وتحتوي على ايضا الغدد الدهنية والغدد العرقية، هذا بالضغط الشديد يقلل كمية الأكسجين وكمية الغذاء الواصل لهذه الطبقة الجلدية، مما يؤثر على عملية زيادة هذه الخلايا وحدوث مرض الصدفية. طيب دكتور، يقولون أنه المصاب بالأكزيما يكون أكثر عرضة للإصابة بمرض الصدفية، صحيح هذا الكلام؟ هن يعني مثل ما يقولون من عائلة واحدة، الصدفية والأكزيما من نفس العائلة، ولكن الأكزيما ممكن أنه تطيب ويتخلص من عدها الشخص، أما بالنسبة للصدفية فتعتبر من الأمراض المزمنة للمريض، ولذلك يجب أن يتعامل معها كصديق لجسم الإنسان. طيب دكتور، عند ظهور الحالات الأولى أو المراحل الأولى للمرض ومراجعة الطبيب، هل تساعد في الحالات الشفاء بسرعة؟ طبعا، يعني احنا يعني هسه الكثير من الأخوان يجي يسأل يقول إذا هو مرض مزمن أنا علش أعالجه؟ طبعا أنت تعالج، لأنه أنت حتى تتخلص من مشكلة زيادة وتفاقم أعراض مرض الصدفية، لأنه من تتعالج مرة ومرتين وثلاثة حتى تقلل من الإصابة. وبالحالة هذه احنا إن شاء الله يعني نحاول قدر الإمكان أنه نساعد المرضى المصابين بمرض الصدفية للتخلص من الإصابة. أكو سؤال آخر يقول لك هل الصدفية علاج ممكن يدوم؟ نعم ممكن يدوم لربما لسنوات، بس ترجع، ممكن ترجع. طيب ليش ترجع؟ هي هاي ليش؟ يعني احنا هو هذا يسمونه أوتو إميون ديزيز، مرض ذاتي المناعة. إذا حضرت هذه الأسباب اللي تهيئ كريات الدم البيضاء بمهاجمة هذه الخلايا وتخليها تتكاثر أكثر من فترة دورة الحياة، تسبب لنا حدوث الصدفية. طيب دكتور، مرتبط بأمراض أخرى مرض الصدفية؟ حقيقة مرض الصدفية ممكن أن يرتبط بالأمراض اللي تقلل المناعة. شنو هي الأمراض اللي تقلل المناعة؟ اللي هي أول شيء أمراض السكر، أمراض الضغط، الناس اللي يأخذون أدوية بكمية كبيرة جدا، الأمراض السرطانية. هذه من تقل يعني تقلل المناعة من جهة، في حين هو الصدفية أساسا هي عبارة عن زيادة المناعة. الخربطة اللي راح تصير أنه هذه الخلايا تتكاثر أكثر من طبيعتها، مما تسبب بحدوث هذه القشرة الصدافة، وتسمى هي صدفية، هي مثل الصدف، يعني يصير على شكل صدف،
ولذلك سميت بالصدفية، هي هذه القشرة الفضية اللي تحدث داخل جسم الإنسان ولذلك سميت بمرض الصدفية. طيب دكتور الأم شنو تلاحظ على ابنها الرضيع أنه إذا كان مصاب بالصدفية شنو الأعراض اللي تطلع بيها؟ حلو، يعني دائما الأم هي تنظف الطفل، من تشوف هاي القشرة اللي موجودة عليها فورا أنه تراجع المراكز الصحية والأطباء والمستشفيات حتى ينطوها العلاج اللازم. يعني فقط على شكل قشرة؟ قشرة تصير على شكل قشرة فضية، اللي أنه قلت لك بالبداية حتى تفرق ما بين الأكزيما وبين الصدفية الشخص الوحيد اللي ممكن يشخص هو الطبيب. طيب دكتور أنت ذكرت أنه هو مرض غير معدي، يعني غير معدي بكل الحالات، حتى إذا كانت الأم الحامل أنه هي بها مرض صدفية ممكن أنه طفلها الرضيع أنه ينصاب بهذا المرض؟ ممكن، احنا قلنا قبل شوية يعني إذا كان رضيع يعني بعد أيام الأولى وهي بها صدفية ممكن، ما له علاقة، هو مو معدي، هو مو معدي ولكن يصاب عن طريق الوراثة. نعم، إذا كان الأب أيضا عنده هذه الصفة الوراثية، وقلنا الصفة الوراثية ثلاث أنواع، الصفة السائدة والنصفية والصفة الثلث أو الربع أو المتنحية. ذني إذا كانت سائدة 100% فيظهر عند الطفل، وإذا كان فقط عند الأب وما عند الأم ممكن يظهر 50%، وإذا كان عند أحد الطرفين أيضا ممكن يظهر 25%، أو إذا كان عند الأجداد أو عند العمام أو الخوال أيضا ممكن يظهر. أما إذا كان عند طرف وما عند طرف آخر وبعيد ممكن تصير هذه الصفة متنحية وتنتهي من العائلة. وهي هاي القضايا الوراثية هي فد مشكلة كبيرة جدا، وخاصة احنا في مجتمع يعني عشائري، وتشوف ثلاثة أرباع العراقيين ابن عمه وخاله وإلى آخره. بالضبط. طيب دكتور تحدثنا احنا على المواد الكيميائية وعلاقتها بمرض الصدفية، اكو مرهم خاص ممكن انه الشخص اللي يشتغل بالمواد الكيميائية انه يستعمله حتى ما ينصاب بالصدفية؟ يعني كوقاية يعني. كوقاية بالضبط. أأمن شيء بالنسبة للناس المصابين بالصدفية هو استخدام مادة الفازلين. ممكن يخلي مادة الفازلين ويروح يشتغل بأي شغل خاص به، خاصة بالنسبة للحدادين، بالنسبة للفيترية اللي يشتغلون بمادة البنزين، هذه مادة مقشرة وممكن أنه تسبب حدوث الصدفية، ولذلك هو ممكن يستخدم مادة الفازلين أو يلبس الكفوف الواقية، وخاصة الكفوف الخام وبعدين الكفوف المطاطية اللي هي راح تقيه من عملية الإصالة بهذه المواد الكيميائية. طيب مواد التجميل والمراهم وعلاقتها بالصدفية، لها علاقة ممكن أنه تظهر الصدفية جراء استخدام مواد التجميل؟ لا، حقيقة الصدفية يعني مواد التجميل ما تسبب لنا هذا الشيء يعني نهائيا، إلا في حالات يعني نادرة جدا، إلا إذا كانت تحتوي على مادة مثلا على سبيل المثال المادة الترايكلور أسيتيك أسيد اللي هي هاي المادة الحارقة، هاي ممكن أنه تسبب لنا نوع من أنواع حرق للجلد ولكن لا تسبب الصدفية. طيب شنو النصائح اللي تقدمها لأصحاب مرضى الصدفية؟ هو أهم شيء قلنا إحنا بالبداية اختاروا لنطفكم خير النطف، يعني اختاروا العائلة اللي ما بيها صدفية، اختار الغذاء الصحي اللي هو قليل السكريات قليل الدهون، زيادة الفاكهة والخضروات واستخدام المكملات الغذائية اللي تحتوي على الفيتامين دي 3 وتحتوي على الزنك اللي هي هذه مهمة، بالإضافة الابتعاد عن استخدام المرطبات اللي تحتوي على الكورتيزون بكمية كبيرة جدا، ومشي الحالة النفسية أكيد. طيب دكتور عبد الحميد سالم البراك، شكرا لك ولحضورك وشكرا للمعلومات اللي أغنيت بها برنامج صباحكم عافية. إذن أحبتي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا في صباحكم عافية مرة أخرى، إلى اللقاء.